وصفات طبيعية حصرية في العيادة الطبيعية كل سبت من 10 نصف النهار. العيادة الطبيعية مع ريم بن شعلية. مرة أخرى إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد للناس الكل، مرحبا بكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. دكتورة أسماء سويح مختصة في أمراض العظام والروماتيزم العمود الفقري والأوجاع. إن شاء الله صباحك أحلى صباح. يعيشك، إن شاء الله صباحكم دقلة وحليب، إن شاء الله صباحكم مزيان. أمين يا ربي. أي والله نقولهم هنا، نقولهم مستحقين الكلمة الحلوة. كلمة الحلوة على قليلة كما فماش برشا حاجة أخرين، فما كلمة الحلوة ترجع فينا نفس. وي خلينا نحكي لهم شويه على الكوليس. وقت اللي نحضر انا وياك نحضروا على الوجاع سورتو هكا ولا قلت لك تويك زمان هذا تتحير فيه شويه الوجاع خاطر يبدا فيه البرد، واحنا شي يصير نكونوا دافين نخرجوا للبرد ما فيقوش برواحنا كي بدا الشباك نتاع الكهرباء محلول، ولا ما فيقوش برواحنا كي نبداو في معناها ان كوران دير ما فيقوش برواحنا فيه. فالفتره هذه اللي جايه مره دافيه مره بارده تحير الوجاع. تحير بالطبيعه، تحير برشا وجاع. قلت لي انت اي نحكيوا عليهم فما حتى مشكله، اما راهو عندنا حاجات وجاع معينه في العظام تكون هي العلامه نتاع الكوفيد. اي بالطبيعه باهي. دونك احنا على شو باش نحكيوا اليوم؟ باش نحكيوا على شنية هما الوجيع اللي تنجم تكون علامه نتاع كوفيد، اولا كيفاش هما، ولا انا كيفاش نفصلهم من بقيه الوجيع. والحقيقه باش نركز برشا على لونتي انفلاماتوار خاطر ما نجمش نحكي على وجيع وما نحكيش على حاجات انتي دولور واللي هي ساعات تكون انتي انفلاماتوار. ثم طبت الروماتيزم والعظام وكل تستعملوهم ياسر برشا، واحنا كمواطن عادي ما نحبوش نستعملوهم خاطر زمان كوفيد. وبطبيعه معناتها هذوما ديزارتيكل بوكو دارتيكل هبطوا اللي ما يلزمش يكون فما انتي انفلاماتوار في دويتك باش ما تنقصلكش من المناعه نتاعك. تو طرحت لك مليح الحكايه. اي باهي. اول حاجه الساعه الكوفيد هو مرض جديد، كل مرض جديد يلزم برشا ديزيتود وبرشا حاجات باش نجمو نفهمو كيفاش يتصرف في بدن الانسان. دونك الكوفيد هو سان فيروس، كيما اي فيروس يجي عنده دي مانيفيستاسيون ارتيكولير وجع في المفاصل. كيفاش نفرقوهم الوجع عظومه نتاع المفاصل مع الامراض الاخرى؟ الوجع نتاع الكوفيد جينيرالمون الوجع في المفاصل تكون بروتال، معناها انسان قام يلقى روحه عنده برشا وجع. نجمو نلقاو وجع في مفصل واحد، مي جينيرالمون سي ان دولور بولي ارتيكولير. شنو معناها؟ معناها المفاصل نتاع البدن الكل يبداو يوجعوا، مش معناها رانا ما شفناش مفصل بركه، شفنا دي لومبالجي فيبريل معناتها واحد عنده وجع في ظهره وسخانه ومن بعد في الاخر ينجم يطلع كوفيد. مي جينيرالمون سي دي دولور بولي ارتيكولير معاهم ديميالجي. شنو معناها؟ معناها يجيك دون ان تابلو نتاع بولي ارتروميالجي، معناها وجع في المفاصل معاهم وجع في الموسكل. يقول لك بدني الكل يوجع، السونساسيون نتاع كي يقول لك مهسهس سي دو كورباتور. معاهم دي سيني اسوسي اللي هما السخانه بيان سور، الكحه، دونك الفشله، برشا فاشله. هذوما الكل يخليونا نخمو اني نجم يكون المريض هذايا عنده ان سندروم فيرال اونتر اوتر الكوفيد، خاطر احنا لي بولي ارترالجي نشوفوهم حتى في الغريب راه حتى في الهيباتيت. دونك اي فيروس ينجم يعطي هالوجع هذوما. مي بون فيو توا ليبيديمي نتاع الكوفيد، دونك وقت اللي يجيك عبد عنده برشا وجع ولا الانسان كيبدا في دارو عنده برشا وجع معاهم سخانه معاهم ساعات فاشله والا حتى وحدهم يلزم يخمم اللي هو ينجم يكون كوفيد، نجم يكون عنده حتى سيني اخر كاين لو جاي في المفاصل وهالي كورباتور هذو. وهذه اخر حاجه تجي على بالنا دكتوره. أي. على خاطر احنا ديما شو نقولوا احنا بطبيعتنا ساعه توينسه نسب يمكن عندكم انتم الطبه ما حدا عندنا نحن معناها المواطن العادي نقولوا مكثرنا الكلنا عندنا البرد. البرد كلمه أي. البرد هذيك معناها يقول لك مام الهزان نهز بزايد نهز ونجيب تعب. المراه سورتو المراه تقول لك انا معناها من صباحي ملي نحل عينيا صباح اللي نرقد وانا نحرق هذيك علاش الوجاع تجيني. دونك اذا كان الكوفيد يجي بالوجاع نتاع اللي موجوده في العظام وكل نجمو ما نفيقوش به خاطر بالنسبه لنا احنا ذاك العادي نتاع حياتنا. اما وجاع اقوى كيما قلت معاها برشا فاشله معاها وجيعة مش كان في المفاصل كها وجيعة زاده في لي موسكل معناها سي ديميالجي. الموسكل حتى كي تنزل عليه تلقاه يوجع
ومعاه بيان سور لا نوسيون دو كونتاج، معناها تلقاك انت قعدت ان كونتاكت مع عبد عنده كوفيد ولا بون تو، حتى ساعات حتى ما قعدتش ما تعرفش على روحك منين تعدي. دونك اون في اتونسيون سورتو لي سيني اسوسي، معناها رغم انه معناها الارقام الحمد لله في ان شاء الله يا ربي ان شاء الله، معناها نتصور معناها اذا كان توا احنا في شهر ديسمبر والارقام في تراجع معناها بقت ربي لاباس ان شاء الله ان شاء الله اذا كان نقعدوا نسمعوا الكلام. ايوا احنا واحنا تحسنا انضبطنا معناها اي استنسنا استنسنا بالبافيت، استنسنا بالجيل، معناها ولا عندنا دي ريفليكس جدد وهذيك الحاجه الباهيه. شو عملنا في حكايه لونتي انفلاماتوار؟ ان انتم تعطيوه طبت مع تلي روماتو تعطيوه بزيد لونتي انفلاماتوار بالطبيعه. اول حاجه ساعه نحب نقولها هذه الحكايه هذيا لي بوليميك اللي صارت على لي زونتي انفلاماتوار صارت وقت اللي بداو لي بروميي كا في اخر فيفري وفي اول مارس. دونك العبيد شافت اللي العبيد اللي خذيت انتي انفلاماتوار وقتها باش نحط السخانه ولا معناها ضد لو سيندروم غريبال عملوا دي كا بلو غراف. هذا اللي صار. من بعد دي زيتود اخرين تعملت كيما قلت قبيله الكوفيد مرض جديد، دونك يحب لنا وقت باش نجمو نفهموه. وبعد صارت دراسات اخرى ورات اللي لي زونتي انفلاماتوار ما عندهم حتى علاقه باللي كا غراف، معناها مش خاطر انت اول ما مرضت خديت انتي انفلاماتوار معناها راك باش تعمل اون مانيفيستاسيون غراف والا باش تتعدى للانتوباسيون وقت اللي تمرض بالكوفيد. بيان سور اهم حاجه في هذا الكل انك معناها ما تهلكش ليكيليبر نتاع مريض مثلا الدم ولا مريض السكر، معناها نجم تعطي انتي انفلاماتوار اما تستحفظ باش المريض هذاك ما يطلعلوش الدم ما يطلعلوش السكر، على خاطر لو فيت كونو المرض نتاعو الكرونيك يولي ديزيكيليبري هذاك اللي باش يخليه اكثر فابل للي كومبليكاسيون تاع الكوفيد. معناها نحكيو اكثر نحكيو عليه اكثر شويه لونتي انفلاماتوار ونحكيو شو معناتها هو يوصلك لانك تستحق اكسجين ونحكيو زيدا على شويه حتى كان زادنا الوقت نحكيو شويه على الاوجاع كيفاش نحاولوا باش نقصوا لو ماكسيموم من الاوجاع حتى بحاجات موجوده عندنا في دارنا. مثلا فما حاجات ياسر يسالوا عليها توانسه، يندرى كي بدا ساقيه توجع فيا نحط في الماء سخون ولا نمشي نحط شويه غلاسون عليها ولا شو نعمل بالضبط؟ هذوما مثلا من الحاجات اول ريفلكس عند التونسي وقت اللي يبدا موجوع، اول ريفلكس قبل الكريم وقبل كل شيء هو يدفي يا يبرد. دونك احنا من بعد حتى هذه زاده ان شاء الله اليوم نفصلوا فيها معك دكتوره اسماء السويح روماتولوج. Yeah.
العيادة الطبيعية مع ريم بن شعلية. خليتونا مع دكتورة أسماء سويح، مختصة في أمراض العظام المفاصل والعمود الفقري والأوجاع. نحكيه على لانتي انفلاماتوار، الدويات اللي ضد الالتهاب، واللي عادة معناتها باش يكونوا موجودين في أي أوردونانس فيها أرتروز، فيها إرن ديسكال، فيها توا دو بلوس أن بلوس في الشتاء كما قلت أنت، وقت اللي يبداو يتحايروا الأوجاع في تمثيلة الطقس. قلت لي أنت ما عندها حتى علاقة حكاية ال هو ما فماش علاقة إتخوات ما بين لا بريسكريبسيون دونتي انفلاماتوار اي لي سيني دو غرافيتي نتاع الكوفيد. معناها مش معناها أنا مريض عطيت دونتي انفلاماتوار كي يمرض بالكوفيد باش يعمل كا غراف، لا. على خاطر ما احنا انا علاش سالتك عليه دكتوره هذيا، خاطر احنا رانا اول ما بدات الكوفيد في تونس وفي العالم مش كان في تونس، ما تفرج حتى في بلدان اخرين، يقول لك ابعد على الانتي انفلاماتوار يطيح من المناعه نتاع الجسم. مش كيستيون يطيح من المناعه، كيما قلت لك اي فو با ديزيكيليبري لي مالادي كرونيك. اي عبد عنده الدم وعنده السكر هو بطبيعته انسان اضعف قدام الفيروس نتاع الكوفيد. دونك انت وقت اللي يجيك انسان عنده دم والسكر يلزمك تحاول كيفاش حتى وكان تشوف بريسكريغ دي زونتي انفلاماتوار دوري نتاعهم شويه باش ما تهلكش الدم والسكر نتاع المريض، خاطرو باش يولي فابل. دونك لانتي انفلاماتوار ما عنده حتى علاقه ايتخوات بالكوفيد، باغ كونتر اذا كانوا يلفا ديزيكيليبري اون مالادي كرونيك بري اكزيستانت كيما الدم كيما السكر كيما امراض القلب، راهو ما يلزمناش نكتبوه. والا اون ديمينو لو ماكسيموم لا دوري، سينو انسان عادي ينجم يخف بالطبيعه. ما انت لهنا دكتوره اذا كان انسان عادي عنده شويه وجع في جريجم ولا حاجه، فقط جريجم ملتهبه ما وصلناش لانتيبيوتيك، ينجم كيف كيف ياخذ انتي انفلاماتوار، ولا لهنا لي زونتي انفلاماتوار نتاع المفصل وكذا وحدهم والاخرين وحدهم. اول حاجه اون دوا كونسلتي ان ميدسان، il faut jamais prendre دواء وحدك. تو انت جريجمك تحرك شكون قال لي هو ماهوش كوفيد هذاك باهي. دونك il faut consulter un médecin، لازم اولا ساعه تشوف طبيب. فوالا الطبيب ياخذ الساتوراسيون نتاعك، يقيس لك الساتوراسيون نسبه الاكسجين في الدم، بعد هذاك نحكي نسبه الاكسجين نتاعك لاباس، ما عندكش دي سيني دو كوفيد، تو يعطيك هو الدواء. il faut arrêter على القليله l'automédication في البيريود هذه في الفتره هذه. باهي نجيو لموضوعنا دكتوره، الوجع نتاع المفاصل والعظام والعمود الفقري بالاساس هي مرض نجم نكونوا حتى وجيع نتاع وحده مال سبور تقوى شويه على روحه، وحده قضاب زايد في الدار يا اخي، وحده بشيب زايد على ساقي نهارتها. دونك لهنا الوجيع ما نحبش ندخل في الوجيع الكبيره تنجيوها في حصص وحدها، خاطر هذيك تلقاها مربوطه بمرض معين. اليوم نحب نحكي على الوجيع نتاع العظام والمفاصل اللي مش مربوطه بمرض، مربوطه بحاله الانسان ولا في النهار هذاك. كيفاش تتعاملوا معاها انتم كطب اختصاص؟ سالتني قبيله على الماء البارد والماء السخون. باهي هو لو ماء السخون راهو ماهوش باهي للمفاصل جمله واحده. باهي حتى كان تعب يومي؟ لا حتى اوكي. الحاجه الوحيده اللي نعملوا فيها الماء السخون هي الوقت اللي فما ان بتي كلاكمون مسكولير عند لو سبورتيف، هذيك الحاجه الوحيده اللي نحطوا فيها بتدخل الماء السخون. مي جينيرالمون الماء السخون ماهوش به. علاش؟ على خاطر هو انت تعب يومي ولا اللي تحب انت، فما اون انفلاماسيون في البدن. علاش فما وجعة؟ فما اون انفلاماسيون، والماء السخون يزيد في الانفلاماسيون. مالا احنا عندنا ديما كالريفلكس نتاع عظامي توجع فيا، ظهري يوجع فيا، كتافي توجع فيا، باش نمشي نعمل دوش سخون ولا تنمشي نعمل حمام. ايه باش تتفرهد نهز معايا عود قرنفل ودرا شنو في وقتها باش تتفرهد على الاخر. تفرقدت وقمت تقوم بوجيعة اكثر برشا من اللي كانت عندك. علاش الماء السخون شنو يعمل؟ يسكر العروق، تعمل اون فازو كونستركسيون، العروق تتسكر، ما عادش فما الماتيريال نتاع الانفلاماسيون، دونك بالطبيعه باش يتنحى الالتهاب. مي جوست ابري فما اون فازو ديلاتاسيون ريفليكس، معناها العروق باش يتحلوا مرتين ولا ثلاثه مرات قد ما كانوا، دونك الالتهاب باش يولي مرتين ولا ثلاثه مرات قد اللي كان. دونك كالدرجه هذيك انت اللي باش تفرهدتو باش تخلصوا سبايع من بعد وجيعه. معناها صحيح الماء سخون يفرهد اما توت سويت ومن بعد يرجع لك الوجيعه نتاع الثاني والثالث. باهي نعمل ماء بارده ثلج، نجم تحط على المفاصل ثلج يفرهد الثلج بالطبيعه. لا كريوثيرابي ديما تفرهد، لا كريو معناتها لا كريوثيرابي هي ثلج فوالا. دونك تلفوا في حاجه بيان سور الثلج كي تحطوا على الجلده نتاعك راه تقولش عليك حطيت نار، يحرق كيما النار بالضبط. تحطوا في حاجه وتحطوا اون كونتاكت مع البلاصه اللي انت توجع فيك ما اكثرش من درجين ربع ساعه.
وتنحي وتنحي بالطبيعة. وما عادش تعاود تحط نجم تعاود بعد بيه. ستة سوايع تنجم سينا هذا البرد والسخون اللي فرها توت سويت سينا شو نجمو ناخذو شو كيفاش نتعاملوا مع الوجيع نتاع النهار اول حاجه اللي فيه تعب اول حاجه نرتاحوا الفو سافوار ريسبكتي سافوار عارف ما شكون يقول لك انا كي نرتاح نحط ظهري ونرتاح نحس الوجع اكثر سي نورمال هذاك اللي عملته انت في نهار كامل يقول لك انا على قد ما انا نحرك على قد ما الدم يدور وسافا ما نوجعش في وقت باش ترتاح دونك اوتو ترتاح بعد ساعتين خير ما ترتاح بعد ستة سوايع وقت اللي انت سيي معناها على الاخر فهمت دونك يفو فا ريسبكتي لا دولور معناها دوبه ما توجعت نمشي نرتاح ربع ساعه ونرجع نكمل باهي اوكي باهي ثني هذه اول حاجه اعملها نرتاح قلنا الماء البارد الماء سخون قلنا يرتاح بعد شنو نجم ياخذ انونتالجيك وحده انونتالجيك دي نقول مش انونتالجيك معناها باراسيتامول معناها باراسيتامول اي حاجات اللي عاديين ناخذوا فيهم تاع وجيع كيما احنا نقولوا كيما كي وجعك راسك فوالا هذاك هو باراسيتامول تنجم تاخذ اوكي هذا هو معناها ما فماش حاجه اخرى فما احنا عندنا زيوت اللي انتي دولور موجودين في الفل في الفارماسي وفما لي كريم اللي مرضين في الصيدلية وتلقاهم أباز دو مونت معناها تلقاهم فوالا فيهم الفلايو هذوك الكل تنجم تعملهم اي بالطبيعة هذوك تنجم تعملهم بالطبيعة أكونديسيون دو نو با ماسي معناها ما يلزمكش تنزل ما تمسدش جوست حطك هاو حطو تتعدى وإذا كان فما بلاصة فيها أكثر وجيعة معناها تنجم تحطها وتلفها بحاجة مثلا جوستومون هما مثلا يحكيو على يقول لك اذا كان عندك وجيعه حط بزيد فيكس ولا اي حاجه فيها مونت بوافري عندك في الدار ولف بالبابي سيلوفان مده معينه اكثرش من درجين خاطر سينو تعمل حساسيه مونت تعمل برشا حساسيه فوالا في الجلد معناها صحيحه الحكايه صحيحه صحيحه انت باش نقول لهم المرضى خذ حتى كالسيطه قديمه قصها نحي لها البارتي هذيك نتاع الصويبه وحطها فوق اي بلاصه توجع ادهن ومشي حطها فوق اي بلاصه توجع قصها في اليد ولا في الركبه ولا في الشفايف مهم تفوتش درجين تفوتش درجين باش ما تعملش باش ما نضروش الجلد اي هذا هو شكرا لك دكتوره اسماء صويح مختصه في امراض العظام والمفاصل والعمود الفقري اشتى داخل باش نسحقوك بزيد باش نسحقوك في الارتروز باش نسحقوك في الليرني ديسكال باش نسحقوك في هشاشه العظام في كل ما هو عظام ومفاصل حاجه بركه حبيت نقولها اليوم نحب نقول ان غرو ميرسي لاي انسان شاف مريض نتاع كوفيد لاي انسان الى ايتي اون كونتاكت افيك مريض نتاع كوفيد كو سوسوا لي ميدسا لي باراميديكو كو سوسوا في السبيطار والا اون بريفي حتى لي سكرتير ميديكال اللي هما ساعات ما عندهم حتى علاقه بالدومين ميديكال قاعدين راهم يقبلوا في المرضى قاعدين يحطوا في رواحهم في الخطر ويحطوا في عائلاتهم في خطر بور توت بيرسون كي ايتي اون كونتاكت مع المريض كوفيد وحاول باش ينقذ حياته ساعات على حساب حياته هو الخاصه على حساب حياه عائلته ميرسي ان غرو ميرسي للعبيد هذوما الكل صحيح صحيح احنا قد ما نشكرهم ونعطيوهمش حقهم تقعد حاجه برك انا نسيت قبيله باش نقول لك عليها فما شكون يقول لك على خاطرني موجوع نمشي نعمل مساج ريلاكسون ريلاكسون من الاول لا من الاول لا ما تمسش فوالا لا يمثلوا لاني نتاع الانفلاماسيون ما يلزمكش تمس انت تعرف اللي فما توا حاجات تتباع وحدهم تاخذهم عند اي ما تاخذهم حتى سوغ انترنت فيهم لافرا روج بور لا دولور يلزمك تشاور الطبيب قبل مش كل شيء تنجم تحط له لافرا روج مش كل شيء تنجم تحط له ليليكترو فما دي مالادي كي كونتر انديك العباد اللي عندهم الدم ما يلزمهمش يحطوا مثلا اون سورس دانفرا روج العباد اللي عندهم البيل نتاع القلب ما يلزمهمش يحط اون سورس ديليكترو ثيرابي راهو كل حاجه عندها منافع عندها مضار ما يلزمكش تستعمل حاجات كيما هذوما وحدك اطلب طبيب اسال في التليفون حتى باش تحط الفريكونس باش تحط القوه الحاجات هذوما تحكي فيهم انت كل فيهم من فريكونس فيهم من سارتين فريكونس فيهم معناها كيفاش باش تستعملها يلزمك تشاور عليها طبيب ولا الكيني ما تستعملهاش وحدك في الدار مثال شنو احنا عملنا باش نكمل زاده بك اللي تلبسوا معناها الحزام والا لي زاباري فما حزام يتلبس معناها كيما تلبس سكادو ولكن يبدا يخدم لك في العظام تاع رقبتك وكتافك وظهرك حتى يشطر ظهرك وفما انواع اخرى نتاع دي زاباري تشريو معناها تشريو ما انت بسوم مقبول معناها السيد اللي تلقاه مستانس بالوجيعة وكل يشريهم يتحطوا كيف كيف زادة يبداو تبدا من الرقبة وانت هابط بهم حتى يش لأسفل الظهر باش هما يعملوا لك لو مساج وقال باش هما يخفوا عليك الوجيعة معناها انت حطيت الدواء وهما يمشيوا الدواء بداو غلو صغار يبداو كيما
يبدو كيما فهمتك كيما جو دو غون ل ل ل اي غولون اي 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 ديما نقول يلزم يفو دابور بروندغ لا في نتاع الميتا نتاعك حتى في هذوما حتى في هذوما خاطر هذاك ديما سيدا سيت ان مساج واضح اوكي دونك اي بلاصه موجوعه ساعات بالحق ماذا بينا ما نمسوهاش ما ننزلوش عليها انا حتى في الاول نقول لهم حتى بوماظه لي توالي حتى لين تتعدى الانفلاماسيون وبعد توليو نمسو دونك ما تخسر حتى شيء انت توا ولا فما الواتساب والفايبر والميسنجر انا نقول لهم ابعثوا لي حتى تصويره الحاجه باش تشريوها بالفايبر بالواتساب وانا تنجيبك نقول لك تشريها ولا ما تشريهاش خير من اللي تشريها من راسك وبعد تضرك. شكرا لك دكتورة أسماء صويح مختصة في أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري والأوجاع. شكرا لك اللي كنت بحضنا نهارك مبروك إن شاء الله. ميرسي عايشك.